الهجوم على غزة وما أوقعه من ضحايا لم يكن ليمر دون أن يثير ردود أفعال عربية ودولية مستنكرة. عربيا، دانت دولة قطر بشدة الهجوم الإسرائيلي وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق المدنيين لا سيما في صفوف الأطفال والنساء. بالنبرة ذاتها حذرت الخارجية الأردنية من تبعات التصعيد الإسرائيلي وخطورته وما يستتبع ذلك من ترويع للمدنيين والذي لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف، كما دانت تونس على لسان خارجيتها الهجوم داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذا التصعيد. أما مصر الوسيط في جهود التهدئة فكشفت عن اتصالات مكثفة بهدف احتواء الوضع في غزة الذي دان بدوره الأزهر تصعيده بأشد العبارات. الجزائر وليبيا بدورهما دانتا بأشد العبارات الهجوم على غزة، وكذلك فعلت تركيا وإيران التي اعتبرت خارجيتها الهجوم إجراما ومغامرة واستفزازا داعية الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة إلى الدفاع عن أنفسهم. أما دوليا فحذر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند من أن ما سماه الصراع الحالي في قطاع غزة ستكون له عواقب وخيمة على المدنيين. تلك الأوضاع التي عبر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام عن القلق إزاء ترديها في غزة. من جانبها حثت الولايات المتحدة راعية عملية السلام المتوقفة جميع الأطراف على تجنب مزيد من التصعيد، لكنها في الوقت نفسه وعلى لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي جددت دعم ما قالت إنه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. الأوضاع في غزة مثلما تظل مشتعلة على الأرض تستمر معها مواقف الدول الرافضة لاستهداف القطاع المحاصر وقتل المدنيين بانتظار ما ستسفر عنه جهود أي تهدئة محتملة خلال الساعات أو الأيام المقبلة.